السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع الحلقة الأولى لبرنامج مسابقة رمضان، شهر مبارك. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام صالح الأعمال، وأن يكتب لنا فيه القبول والرضا. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. نحييكم من تلفزيون جيبوتي أينما كنتم، ونقدم لكم برنامجكم الثقافي مسابقة رمضان. وقبل أن نبدأ البرنامج، أود أن أعرفكم الفريقين المتسابقين. معنا جهة اليمين فريق الكنس، كل من محمد إبراهيم عواله وديني حسين عبد الله وأبو بكر محمد أحمد، وأيضا من جهة اليسار فريق رائدات المستقبل، أرزاق سالم محمد، نجاد عبد القادر مصلح، ووردة عبد السمد عثمان. نعم مشاهدينا الأعزاء، تتابعون معنا عبر قناة الأولى والرابعة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقبل كل شيء أنقل الميكروفون لزميلي شاكر علاية قيل لي لكي يعرفنا القواعد والنظام لسير البرنامج، فيتفضل. مرحبا بكم من جديد لبرنامجنا مسابقة الثقافية. هذا البرنامج خصص لرفع المستوى الوعي الثقافي لأبناء هذا الوطن الحبيب، وخاصة مثقفي اللغة العربية. نشكر لهيئة الإذاعة وخاصة المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون لإتاحته وتدليل جميع العقبات لأجل إنجاح وإخراج هذا البرنامج بهذه الصورة البهيجة، ونشكر جميع موظفي وخاصة موظفي هذا الاستديو الذين عملوا معنا في هذا اليوم الذي كان من المفروض إجازة، لكن لأجل الإنتاج هم معنا لأجل تجويد العمل. من خلال هذه الفرصة أقدم متهاني وتبريكات إلى فخامة رئيس الجمهورية حامي حمى جيبوتي الحاج الوالد إسماعيل عمر جيلة، والسيدة الأولى سيدة خضر محمود حيد، ووزير الإعلام والبريد والاتصالات، والراعي هذه المسابقة، راعي أوفر، متجر أوفر للتخفيضات، الكائن في المركز الحمودي المشهور في جيبوتي. كما نخص الشكر الحاج عبد الرحمن أحمد طه الذي قدم لنا كل ما هو يمكن أن يقدمه راعي البرنامج. أما القواعد المنصوصة التي ينبغي احترامها في هذه المسابقة كالآتي: سؤال أو قراءة السؤال المقدم، أن يستمع بها المتسابق حتى ينهي المقدم قراءة أسئلته، وبعدها يتسابق كلا الفريقان بقرع الجرس. أما درجات، هناك درجتان مخصصة للإجابة في حال لم يتمكن بها فريق ما، ينقل هذه السؤال إلى فريق الآخر ويحاسب له درجة، ويحاسب له درجة واحدة. أما في حال قرع الجرس قبل إنهاء قراءة الأسئلة، سيلقى هذه السؤال وسيحول مباشرة إلى جهة أخرى، ونرجع إلى قائد أو هذا البرنامج الزميل مهد عبد الروبلة. نشكر لزميلي شاكر علي على هذه القواعد، ونبدأ مشاهدينا الأعزاء. هنا جيبوتي، أرض السلام والالتقاء ومركز التبادل الثقافي والتجاري. نعم
أودعنا الله سبحانه وتعالى نعمة كثيرة، أقولها السلام والمحبة للجميع. نبدأ من اليمين، فريق الكنز، وأيضا معنا يسار فريق رائدة المستقبل. السؤال الأول وفيه خيارات: يسمى خدم الجنة بولدان المخلدون، حور العين، أهل الحكمة، رائدات المستقبل. حور العين. إجابة خاطئة وغير صحيحة، ولكن الفرصة تعطى من جانب الأخرى. فريق الكنز. ولدان المخلدون. ألمس ولا ما. ولدان المخلدون. إجابة صحيحة وموافقة لفريق الكنز، فهو ولدان المخلدون يسمى خدم الجنة. السؤال الثاني: نبي وفيه خيارات: صيف الله، أسد الله، الفاروق. فريق الكنز. أسد الله. أسد الله، إجابة صحيحة وموافقة لفريق الكنز. نعم، إجابة صحيحة وموافقة لفريق الكنز. نعم، المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن الكريم هي مريم. ننتقل إلى السؤال الرابع، أيضا فيه خيارات لكلا الطرفين، رائدات المستقبل وأيضا فريق الكنز. أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هي عائشة بنت أبي بكر، خديجة بنت خويلد، حفصة بنت عمر؟ فريق الكنز. خديجة رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد رضي الله عنه، إجابة صحيحة وموفقة لفريق الكنز. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء عبر قناتي الأولى والرابعة وعبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك ويوتيوب. حان موعد الذي ننتقل إلى منصة الجمهور ونوجه الأسئلة للجمهور، وأول من يرفع يده يأخذ الإجابة، وإذا فاز يعدى مباشرة في الاستديو جائزة. نعم، سؤال الخامس: عدد أعضاء السجود في خيارات: 8 7 5. للجمهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم. اسمي نعيم رضوان أيفرح، أسكن في حي الثالث، أدرس في قسم المحاسبة في جامعة جيبوتي. الجواب هو 7 أعضاء. إجابة صحيحة وموافقة، تتسلم الجائزة في داخل الاستديو، نناديها معا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائز في هذه الحلقة من الجمهور هي نعيمة رضوان أي فرح، فازت بجائزة مقدمة من متجر أوفر ومبلغها 8000 فرنك، وستتسوق بهذا المبلغ إن شاء الله قريبا. مشاهدينا الأعزاء، شهر مبارك، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيامة وصالح الأعمال. فاصل قصير ونعود من جديد. بمناسبة شهر رمضان المبارك، يعلن متجر أوفر عن توفير جميع احتياجاتكم الرمضانية: زينة رمضان، أدوات الصلاة والعبادة، أدوات المطبخ والمائدة، وجميع الأدوات المنزلية بأفضل جودة وبأسعار مناسبة. أحلى رمضان مع أوفر. رمضان كريم. أهلا وسهلا من جديد، وما زلتم تتابعون معنا عبر قناة الأولى والرابعة وعبر فيسبوك ويوتيوب. معنا فريق الكنز وأيضا رائدات المستقبل. السؤال السادس: ما في خيارات، مباشرة تأتي الجواب بعد انتهاء السؤال. ما هو الشيء الذي كلما زاد نقص؟ فريق الكنز. العمر. نعم، إجابة صحيحة وموافقة لفريق الكنز. نعم،
كلما يزداد ينقص، وهو العمر وهو محدد أيضا. السؤال الثامن أو سؤال السابع أيضا ما في خيارات، ليس هناك أي خيار. يرى في الليل 3 مرات وفي النهار مرة واحدة، فريق رائدات المستقبل. النجوم. شيء يرى في الليل 3 مرات وفي النهار مرة واحدة، فما هو؟ الضوء. الشمس. النجوم قصدي. النجوم. إجابة خاطئة. ننقل السؤال مرة أخرى لفريق الكنز. ما هو الشيء الذي يرى في الليل 3 مرات وفي النهار مرة واحدة، فما هو؟ مع أن الزمن انتهى. شيء يرى في الليل 3 مرات وفي النهار مرة واحدة هو حرف اللام. حرف اللام. نعم، ليس الضوء ولا النجوم ولا أي شيء ثاني. نعم. ننتقل إلى السؤال الثامن. ننتقل إلى السؤال الثامن وأيضا ليس هناك أي خيار. ننهي السؤال مباشرة، تنتقلون إلى الجواب. الكوكب الأحمر هو فريق الكنز. المريخ. المريخ. إجابة صحيحة وموافقة لفريق الكنز. مشاهدينا الكرام، ما زلنا تتابعون معنا أيضا عبر قناة الأولى والرابعة، ومعنا في الاستديو هذا المساء في أولى حلقات من حلقات البرنامج مسابقة ثقافية فريق كنز وفريق رائدات المستقبل. ننتقل إلى السؤال التاسع أيضا ليس هناك أي خيارات. مخترع المصباح الكهربائي فريق الكنز. توماس أديسون. توماس أديسون. نعم، إجابة صحيحة وموافقة لفريق الكنز. حالفهم الحظ، فهو توماس أديسون. حان الموعد لننتقل مرة أخرى أو ننقل الأسئلة إلى الجمهور، فأول ما يرفع يده نختار. سؤال اقتصادي جيبوتي كبير وأحد رموز البلد، يلقب بأنه مهندس الفرنك الجيبوتي، فمن هو؟ اسمي موسى علي موسى، أسكن في هدن. الجواب حسن قوليد. حسن قوليد ابتدون رحمه الله رئيس الجمهورية السابق. إجابة خاطئة. الفرصة متاحة للجمهور مرة أخرى، نفس السؤال. اقتصادي جيبوتي كبير وأحد رموز البلد، يلقب بأنه مهندس الفرنك الجيبوتي. نعم. اسمي مريم محمد علي، أسكن في حي الثاني، طالبة في جامعة جيبوتي، والجواب هو محمود حربي. إجابة خاطئة، ونعد الفرصة لشخص آخر في المنصة أيضا نفس السؤال. اقتصادي جيبوتي كبير وأحد رموز البلد، يلقب بأنه مهندس الفرنك الجيبوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي فتح الجامعة، طالب من جامعة جيبوتي قسم المحاسب. الإجابة علي أحمد عضم. إجابة خاطئة. نعطي فرصة مرة أخرى شخص أخير في الجمهور، ونعطي الخيارات هذه مرة. نعم، اقتصادي جيبوتي كبير وأحد رموز البلد، يلقب بأنه مهندس فرنك جيبوتي، هو علي أحمد، علي كبيش، علي حسن. بسم الله ربنا كريم. اسمي فرحان محمد البري، أسكن بحي حيبلي. الإجابة هي علي كبيش. إجابة صحيحة وموافقة. نعم، اقتصادي جيبوتي كبير وأحد رؤوس البلد، يلقب بأنه مهندس الفرق الجيبوتي، هو علي كبيش. وفاز هذه السؤال بعد أن أعطينا الخيارات، لأن الباقي ما تم فوزهم. الجائزة المخصصة للجمهور وهي جائزة الثانية، قد استحق بفوزها فرحان، ونقول له مبروك. جائزة بقيمة 8000 مقدمة من قبل الراعي الرئيسي الذهبي أوفر، يتسوق بإذن الله تعالى في هذا المتجر الكبير المعاصر
الذي أنشئ في مكان تاريخي جنب مسجد تاريخي وفي ساحة تاريخية، وقدم هذه جائزة في شهر تاريخي، شهر رمضان المبارك. نقول له مبروك مبروك مبروك. ألف مبارك للفائز جائزة الأوفر في المنصة. نعم، ونتمنى أن يتسوق قريبا. نعود من جديد لكلا الفريقين، فريق الكنس ورائدات المستقبل، مرة أخرى السؤال الأخير ليس فيها أي خيار، ما في خيارات. أدنى مصدح في قارة إفريقيا، فريق الكنز. أدنى مصدح، أدنى مصدح في قارة إفريقيا. نعطي الفرصة لفريق رائدات المستقبل لأن الزمن انتهى كما تشير لي لجنة التحكيم. إذن نفس السؤال، أخفض منطقة في قارة إفريقيا كليا. فنفس السؤال، أدنى مصدح أو أخفض منطقة في قارة إفريقيا، هل هي بحيرة لك أبي، لك عسل، فيكتوريا؟ رائدة المستقبل، لك عسل. إجابة صحيحة وموافقة. أدنى مصدح في قارة إفريقيا هي لك عسل. نعم، كان هناك خيارات، بحيرة فيكتوريا وأيضا لك عسل ولك أبي، فاختيرت لك عسل. نعم، مشاهدينا الأعزاء والذين يتابعون معنا عبر قناة الأولى والرابعة، هكذا قد وصلنا إلى المشارف النهائية في هذه الحلقة. وأنقل الميكروفون إلى زميلي فيصل أحمد الأزهري ليعلن عن نتائج المسابقة، فليتفضل مشكورا. لقد شاهدنا مسابقة شديدة ورائعة بين فريقي رائدات المستقبل وفريق الكنز، وفاز في هذه الحلقة فريق الكنز بأحد عشر نقطة مقابل نقطتين لفريق رائدات المستقبل، وبذلك يكون فريق الكنز فائز هذه الحلقة، ونقول لهم ألف مبارك. شكرا لزميلي فيصل على إعلان النتائج النهائية، ونهني أيضا الفريق الفائز الفريق الكنز، كما نهني أيضا المشاركة الفعالة والطيبة وقوية لفريق رائدات المستقبل، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في قادم الأيام إن شاء الله، لأن هناك مسابقات تأتي كل رمضان. ها قد وصلنا إلى نهاية البرنامج، حلقة الأولى مسابقة رمضان. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.